هاد الحادثة وقعت في 59 وكان بطل تاعها سي عبد الله. هاد سي عبد الله كان يخدم عند الكونو في الدالية في هذاك الوقت. في هذاك الوقت عبد الله هذا كلا بزاف هذاك النهار. شا يدير؟ يدخل في وسط الدالية ويعطيها بخريا. حاشاكم عظم عافاكم. يتلاقى مع المجاهدين الأحرار يحروا البلاد يحروا البلاد. قالوا له واش بيك الحال سي عبد الله؟ قال لهم راك تشوف واش صار فيا، الكونوز حرش عليه الكلب على خاطر شخريت في وسط الداليه. قالوا له ما تستخرش، ارفع راسك ارفع راسك ارفع راسك، الجزائر قريب تستقل. وخراوي الحبيب اخراوي الحبيب اخراوي الحبيب.